السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في نفس الميعاد الأسبوعي كل يوم اثنين مساء في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا. معاكم الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، البرنامج الذي يتناول مشكلة تأخر الإنجاب من حيث الجديد في أساليب التشخيص والجديد في أساليب العلاج. في انتظار استفساراتكم وانتظار اتصالاتكم لتقديم المشورة لحضراتكم من أجل تحقيق الهدف والغاية، وهو ده قمة منايا، وقمة منايا كلنا كلنا يا رب بإذن الله إن احنا نشوف فرحة عمرنا. كنا اتكلمنا أعزائي المشاهدين من حلقتين ثلاثة كده عن موضوع في غاية الأهمية وبيشغل بال كثيرين جدا، وكنا يعني اتكلمنا عن نقطة أو نقطتين بالكثير هنستكمل الكلام فيه النهاردة، ألا وهو هذا الموضوع، وهو فشل الحقن المجهري. الحقن المجهري كأسلوب وكوسيلة لإخصاب المساعد أعلى تقنية في سبيل حدوث الحمل، لكن ليها نسبة نجاح وليها نسبة فشل. وإحنا بنقول إن مهما كان التقدم مستوى الخطوات اللي بتتعمل أثناء الحقن ومستوى الأجهزة ومستوى الميديا، يعني الحاجات او الاوساط او السوائل اللي احنا بنستخدمها، ومستوى الادوات ومستوى الحضانات ومستوى الادويه المنشطات ومستوى ادويه المثبتات، وتقدم فرص النجاح عند السن عند الزوجه وحاله البويضات وحاله الحيرات المنويه، فطبعا طبعا طبعا لكنها مستحيل تكون 100%. وفاكرين كنا بنقول على احسن مستويات في زوجة تحت سن ال 35 بتصل إلى 60-70%. 60-70% يعني إيه؟ يعني كل 10 حالات بيعملوا حقن مجهري، 6 أو 7 من كل 10، مش كل الناس، ده فئة عمرية معينة تحت سن ال 35 سنة، 6 أو 7 من كل 10 حالات بيحصل حمل. الباقي بقى ما يحصلش حمل ليه؟ بعد مشيئة ربنا، جايز يكون فيها أسباب وجايز لأ، سامعين بقول إيه؟ جايز يكون فيها أسباب واضحة باينة علمية، وجايز لا، في حالات بنقول لهم ما عندكمش سبب واضح لفشل الحقن المجهري. بس هل استوفينا بقى التحاليل والفحوصات والاشعاعات والخطوات اللازمه عشان نقول لهم الكلام ده ولا لا؟ هل في سبب خافي عننا ولا لا؟ هل في سبب كان موجود وادى الى فشل الحقن المجهري وعالجناه ولا لا؟ معانا اول اتصال، مدام فاطمه. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذه فاطمه. ازيك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله في الكل. الحمد لله. دكتور انا من ساعه الاجهاض في 29/6 الدوره جاتني. من ساعه الاجهاض؟ من ساعه الاجهاض في 29/6 حصل ايه يا مدام فاطمه؟ الدوره ما كانتش جت، يعني ما كانتش غير يوم 24/8. تمام. فحضرتك الدوره جت وخلصت، ولاقيه دلوقتي طمئتني من امبارح يا دكتور، والم شديد قوي في قفصه البطن كده تمام. فحضرتك انا مش عارفه الطمئن ده ايه، وبعدين يعني مسبب لي الم زي الام الدوره بالظبط يا دكتور. تمام. فحضرتك انا هسمع حضرتك من التلفزيون، بس عايزه كمان حضرتك يعني يا ريت تقولي على التحاليل المطلوبه مني غير السي ار دي وسرعه الترطيب عشان اعملهم اللي هي بتاعت الاجسام المضاده قبل ما اجي لحضرتك الاسبوع الجاي ان شاء الله. حاضر يا مدام فاطمه، ارد عليكي. شكرا يا دكتور. وحرمت قيمه الدم اللي هو الطمئيت يا دكتور اللي من امبارح، لانه ابتدى يزيد، يعني امبارح كان طمئيت بسيط، النهارده ابتدى يزيد معايا. تمام يا ست الكل، حاضر، هرد عليك. متشكره جدا، متشكره. تحت امرك. مدام فاطمه، احتمال كبير دي تكون دي دوره، اخر دوره جت 24/8 والنهارده 14/9، يعني احنا بنتكلم في ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع هي اقل فتره مسموحه طبيعيه عليه حدوث الدوره. احنا هنسيب الدم ده ينزل ومش هنتدخل، الا لو الدم زاد وبقى مرحله النزيف، يبقى ساعتها هناخد الاقراص اللي اسمها الدفلون والحقن اللي اسمها البيسينون على اساس انها تقلل من كميه الدم ده لو كانت الكميه كتير، لكن لو كانت الكميه عاديه معقوله زي كميه الدوره مفيش اي مشكله خالص. ايه التحاليل المطلوبه منك يا مدام فاطمه؟ ما تعمليش اكتر من اللي احنا طلبناه من حضرتك، ومن في انتظار ان احنا نشوف حضرتك، لان عاوز اعمل لك سونار بنفسي واشوف حاله الرحم والمبايض ايه دلوقتي. كنا بنتكلم على موضوع فشل الحقن المجهري، وقلنا ان سن الزوجه له دور مهم جدا، واتكلمنا عن الحيوانات المنويه، وقلنا ان الحيوانات المنويه
ليها دور مهم جدا جدا في نجاح او فشل الحمل المجهري. يا طبعا، لان الحيوان المنوي ده نص الطريق عشان اقدر اكون جنين كويس بعد مشيئة ربنا. طيب وقلنا بنعمل ايه عشان نوصل بسرعة كده لحيوان منوي كويس؟ هنقوله بس بعد ما ناخد اتصال. مدام هدير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا هدير؟ الحمد لله ربنا يخليك. بس انا عايزة اسأل حضرتك لو سمحت، انا كنت عملت منظار، الدكتور قال لي ان انا عندي تكيسات وكيس دموي حجم 3 سم، فعملت يعني منظار كده وشلتهم، وبعدين قال لي عملت أشعة مهبلية. ألو، معاكي معاكي يا هدير. عملت أشعة مهبلية يا دكتور، طلع البيبي اللي بعدها طلع عندي 3 بويضات بس مش خربوا، تمام ما خرجوش من مكانهم. تمام أنا بس مش عارفة ليه، يعني حتى الدكتور تايه مش فاهم هما ليه ما خرجوش يعني. تمام طيب سؤالي يا هدير، هو الدكتور لما عملك المنظار اتأكد ان مفيش عندك بطانة مهاجرة؟ هو قال لي انت كويسه، هو ما قاليش ان انا عندي بطانه مهاجره، قال لي عندي تكيسات وعملها والكيس الدموي بس. ما قالكيش ان في حاجة اسمها بطانة مهاجرة خالص موجودة عندك؟ لا ما قاليش. تمام طيب، قبل ما تعملي المنظار كان تحاليل الهرمونات مظبوطة يا هدير؟ هو قال لي مظبوطه. طب انت فاكره ارقام كانت ايه؟ عشان ساعات كتير الناس بتبقى فاكره مظبوطه وما تطلعش مظبوطه. فاكره ارقام، عارفه الارقام ايه؟ الاف اس اتش والال اتش والحاجات دي؟ مش موجودين والله يا دكتور قدامي دلوقتي. مش موجودين يا دكتور. حاضر خلاص يا هدير، هرد عليكي. حاضر بص يا هدير، دلوقتي حكايه عدم خروج البياضات من المضيق رغم ان انت بتاخدي منشطات ورغم البياضات بتكبر ليها من الاسباب، من اشهر الاسباب ديت نمره 1 تكيس المبايض، فاحنا مش عارفين العملية اتعملت كويس ولا لا. نمرة 2 البطانة المهاجرة، حتى لو مش موجودة في المبيض، حتى لو مش موجودة في المبيض، لكن لو كانت البطانة المهاجرة موجودة عموما في أي مكان ممكن هي واحدة من الأسباب اللي ما بتخليش البويضات تخرج من المبيض. رقم 3 خلل في الهرمونات، لو كان في خلل في الهرمونات، ارتفاع مستوى ال اتش او ارتفاع مستوى البرولاكتين او ارتفاع وانخفاض مستوى هرمون الغده الدرقيه، ده بيؤدي الى عدم خروج البويضات. طبيعه المبيض كده، طبيعه المبيض كده، واحنا كل ما نعمل السونار نلاقي المبيض ما يستجيبش كويس للحقنه اللي اسمها الحقنه التفجيريه، يبقى في طبيعه مبيض كده. ضعف مخزون المبيض برضه بتؤدي نفس النتيجه، ان البويضات بتكبر وللاسف ما بتخرجش. في من الاسباب زي ما قلناها اهو بتؤدي الى ليه البويضات ما خرجتش. السؤال انت عندك مين فيهم؟ مش هقدر ارد عليكي الا بعد ما اشوف تحليل هرموناتك، الا بعد ما اشوف المنظار بعيني، اشوف المنظار ده طلع فيه ايه، لان احيان كتيره بنشوف المنظار والسي دي بتاع المنظار، الاسطوانه بتاعت المنظار ده مهمه جدا عشان خاطر نحكم بيه على المنظار ده. وكتير جدا واحيان كتير جدا زي ما بنتكلم عن تحليل هرمونات وبنقول ان في مرضى للاسف عملوا تحليل هرمونات وفاكرين ان هرموناتهم سليمه وتطلع مش سليمه. برضه نفس الكلام، ناس عملت مناظير ويتقال لهم ان المنظار بتاعه كويس لكن للاسف المنظار كان فيه مشكله. للاسف المنظار كان فيه مشكله. فعشان كده بقول محتاجين ان احنا نشوف تحليل هرمونات، محتاجين ان احنا نشوف المنظار، محتاجين ان احنا نعمل اشعة فيزيونية عشان نقدر نقول لك يا هدير سبب ده ايه. ناخد مدام سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور هشام؟ ازيك يا مدام سلوى؟ الحمد لله. والله حضرتك اختي عندها مشكلة، متجوزة هي من سنتين واكتر كمان من سنتين، وما بيحصلش جماع لغاية دلوقتي. ليه؟ ايه السبب يا مدام سلوى؟ السبب حضرتك عندها تحت كان عندها ديدان وفطريات، وسبب لها تأكلات وجرح تحت في المنطقة الرطبة، عندها حرقان على طول ونزول افرازات، دايما عندها نزول افرازات، وحضرتك يعني هي نفسيا تعبانة وصحتها تعبانة جدا حضرتك،
وراحت كشفت اكتر من مره، بيدي لها علاج يعني تشتيت وبيدي لها مراهم وكده، والدكتور قال لها الجرح ده اعمل لك ليه خياطه، وبعد كده رجع يقول لها لا ما ينفعش بخياطه، وادالها علاج مراهم وكده وما جابش اي نتيجه ولا جابت، ومش عارفه هي تعمل ايه لغايه دلوقتي. هي عندها سكر يا نصر؟ لا ما عندهاش سكر. عمل التحليل؟ لا ما عملتش اي تحليلات، كشفت كده، كشف لها الدكتور وقال لها اعمل لك الجرح ده خياطه يعني، بعد كده رجع يقول لها لا مش هينفع الخياطه، وادها مراهم، ولما راحت له ثاني قال لها ما عنديش غير العلاج ده يعني، قال لها ما ينفعش ليه غير المراهم او التشتيت، وراحت لدكتوره ثانيه بعده كتبت لها على 2 مراهم، واحد لقيته اتمنع من 5 سنين، والتاني جابته وما جابش اي نتيجه برضه. تمام. انت بتقولي جرح ايه؟ جرح حضرتك لما سألت الدكتور قال لها انه كان عندها ديدان وفطريات هو اللي سبب لها في الحاجات دي يعني. سبب لها جرح. حاضر يا مدام صالح. يعني الموضوع ابسط من كل التوتر اللي حضرتك فيه، وطبعا وليكي حق فيه بصراحه، واخت حضرتك بقالها سنتين كاملين عندها من الالتهابات المهبليه اللي مش عارفين، او اللي هي للاسف ما صادفتش طريقه علاج سليمه. دايما كده في مقوله في الطب وفي الحياه عموما، التشخيص السليم يؤدي الى العلاج السليم. طيب عشان احنا نشخص كويس يبقى احنا محتاجين حاجتين: مهارة اكلينيكية في النظر في الإحساس، مهارة اكلينيكية للدكتور، وأساليب تشخيص بوسائل مساعدة. كلمة في الطب اسمها investigations، أبحاث، فحوصات. محتاجين إيه بقى؟ محتاجين حاجة بسيطة جدا، محتاجين إن إحنا ناخد مسحة مهبلية عشان نشوف إيه نوع الميكروب الموجود، بس إذا كان ميكروب بكتيري، بكتيريا هي اللي بتطلع أو بتبان في المزرعة أو في المسحة، لكن لو كانت فيروسات دي ما بتبانش في المسحه، لكن تبان في حاجات تانية، تبان في حاجه ان الدكتور لما يجي يشوف يقدر يحدد، وتبان احيانا في تحليل الدم، يبقى احنا عشان نشخص الحاله كويس لاخت مدام سالو احنا محتاجين مسحه مهبليه عشان نستبعد الجرثومات البكتيريه، محتاجين فحص كلينيكي كويس، ومحتاجين جايز نحتاج تحليل دم عشان نستبعد الميكروبات الفيروسيه الفيروسات، ورجاء نعمل تحليل سكر. يا ناس اكتشفنا عندهم سكر من تكرار الالتهابات المهبليه، هي ما عملتش تحليل سكر قبل كده، ما تعرفش عندها ايه، فيا ريت ده يتعمل. معانا اتصال. مدام ولاء. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا مدام ولاء. اهلا بحضرتك، انا ولاء اللي متابعه مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور، ازي حضرتك؟ انا بقالي من انا دلوقتي في السادس. دلوقتي في مع حضرتك الشهر السادس. تمام. ايوه بس انا بقالي يعني من اسبوعين كده بحس ان هو بيبقى فيه الحركه وكده في البطن من فوق حوالين السره كده. بيبقى فيه ايه معلش تاني؟ الحركه بتاعت البيبي بتبقى فوق حوالين السره كده. تمام. وايه كمان؟ حركه البيبي. تمام. ايوه انا حاسه بقالي اسبوعين كده ان هي يعني مثلا حضرتك ما بحط مثلا الجبوس المهبلي كده بقت تحت اكتر. تمام. فانا قلقانه مش عارفه حضرتك كنت قايل لي في الفتره دي بتبقى فوق، هي دلوقتي فوق وتحت كمان، فانا خايفه قوي من تحت دي وقلقانه. انت حامله في جايين واحد ولا اثنين يا ولاء؟ لا حضرتك قايل لي في 2. ايوه توأم. تمام يا ولاء. حاضر. ومعادي مع حضرتك ان شاء الله يوم السبت يا رب، ان شاء الله تطمين. السبت اللي جاي ده على طول؟ ايوه السبت اللي جاي ان شاء الله. يلا ربنا معاك يا ولاء، ربنا يتمم لك الحمد. يا رب يا دكتور يا رب. فهو ده قلقني شويه لاني ببقى حاسه بنبضهم تحت اكتر من فوق كمان. احنا عاملين حقن مجاني يا ولاء مش كده؟ ايوه حقن مجاني. ايوه تمام يا ولاء. حاضر هرد عليك. ربنا يكمل لك الحمد على خير. ربنا يخليك يا دكتور، متشكره قوي لحضرتك. العفو يا ولاء. طبعا انا بسال موضوع الحقن المجاني ده مش عشان حاجه، وخلاص هو الحمد لله الحمله عادي خالص تماما نهائيا تمام، لكن بسال الحقن المجاني عشان خاطر هي مسكينه قلوقه جدا 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 جدا. يا ولاء اطمني يا ولاء، انت قلوقه يا ولاء تمام، فعشان كده ريحي نفسك خالص، ده حاجه طبيعيه جدا. ربنا يبارك لك في الحمل ده ويبارك في الطفلين ان شاء الله، ويجوا بسلامه كده الى الدنيا.
ده عادي جدا، ده عادي جدا. الاجنه بتتحرك جوه الرحم، ما بالك بقى انت عندك اتنين ربنا يقويك عليهم، فطبيعي ان انت تحسي بالحركه شويه فوق شويه تحت شويه عند السره، مفيش اي قلق خالص نهائيا نهائيا، وده شيء طبيعي جدا. احنا بس طالبين منك حاجه، انك تمشي على الادويه اللي احنا كاتبينها لك، انك تمشي على التعليمات اللي احنا بنقولها لك. وعاوز افكرك بتعليمه مهمه جدا، الراحه مهمه بالنسبه لك. مش اقصد الراحه انك تنامي 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، مش قصدي كده يا ولاء. قصدي ان احنا ما نعملش من الحركات، ما نعملش من المجهود اللي احنا نوصل لدرجه الاعياء. ما تقعديش تنظفي في البيت او تعملي مجهود بحيث ان انت توصلي لدرجه التعب مش قادره تقعدي، لا مش عاوزين كده. لان احنا اكتر حاجه بنخاف انها تحصل للحامل في توائم هي الولاده المبكره، وعشان ما يحصلش ده محتاجين الراحه. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا مروه كان متابع مع حضرتك من يومين. معلش مستمع، مروه ايه؟ انا مروه عطا الله، متابع مع حضرتك من يومين. من المنيا. اهلا بيك يا مروه، اهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلي. انا كنت متابع مع حضرتك من يومين، كان عملت من جوه بطني يوم 20/5 بطني ورحمي. فمشيت اول شهر الباقي تبع من غير ثلاث ايام، مشيت مع حضرتك اول شهر تمشيت تمام. خرج الثلاث بويضات، زائد 20 وزائد 18 وزائد 14، بس ما حصلش حل. تمام. ثاني شهر الدكتور قال لي ان في بويضة ما خرجتش، فمش هنقدر نمشي لو مشيت عشان هتسبب اكل. خليت الشهر الثاني رحت له، بس بعد الدورة ما جات لي، بس رحت له كان فات على معاد الدورة 6 أيام. تمام. ده بقى تمشيط، وبعد كده في اليوم ال 14 جنبي زوجتها 11 وما كملتش، فاحنا هنكمل الشهر ده ونبدأ من الشهر الثاني. بعد كده الشهر الثاني ده ما جاتليش دورة من ساعتها، اللي هو من آخر دورة جات لي من 26/7. بس ففي سعر الأسكر كده بينزل. بعد أسبوع ومنع، بعد كده بعد 15 يوم وبدأ ينزل تاني. تمام. فأنا عايزة أعرف إيه سبب السعر ده، وهل آخد حاجة تنزل الدورة ولا لأ؟ أنت عملت اختبار حمل يا مروة؟ عملت. إمتى؟ مفيش حل. من يومين. من يومين، في الدم ولا في البول؟ في الدم. حاضر يا مروه، هرد عليك دلوقتي. يا مروه، الافرازات الصفراء ديت دي غالبا نتيجه ان في احتقان في الحوض، يعني في دم كتير موجود في الحوض نتيجه عدم نزول الدوره لحد دلوقتي. طيب، هو انت بتقولي ان الدوره كانت منتظمه وكان في بويضات كويسه وفي تبويض وبويضات بتخرج 19 و20، وبعد كده بعد فتره ما بقاش يحصل الكلام ده. صعب يا مروه ان انا هرد عليكي كده. انا يعني يا ريت ان شاء الله باذن الله ان احنا تشرفينا باذن الله مره في المركز في القاهره، او حتى احنا قريبين منك في اسيوط، عشان اشوفك باذن الله بنفسي واقدر اقول لك هو في مشكله اصلا ولا لا، واذا كان في مشكله هقول لك العلاج ازاي. معانا اتصال. مدام يارا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا والده قيصريه من 4 شهور. تمام. وقف بعد 10 ايام من الولاده مشاكل في الرئه. تمام. فانا عايز اعرف لو حصل حمل دلوقتي في خطوره ولا استنى قد ايه يعني على الحمل. حاضر يا مدام يارا. ماشي، يعني لو حصل حمل دلوقتي فيها حاجه ولا لا؟ هرد عليك يا مدام يارا. تحت امرك. كنا زمان بنقول يا مدام يارا، زمان كنا بنقول ان احنا ننتظر سنتين. العلم تطور، سنتين ده من اخر ولاده او من ميعاد اخر ولاده قيصريه، وساعتها بنقول ان خلاص كده الجرح التئم وممكن يحصل حمل. العلم تطور وبقينا نقول سنه. العلم تطور اكتر واكتر وبقينا نقول 6 شهور. 6 شهور من اخر ولاده قيصريه مفيش مشكله خالص ان ممكن يحصل حمل، بيكون الجرح التئم تماما. حتى الخيوط اللي استعملت اثناء الولاده القيصريه دي
بتكون دابت تماما، اللهم الا اذا كانت خيوط نوعيتها ما بتدوبش، بس الرحم نفسه انواع الخيوط المستخدمه لازم تكون بتدوب. في خلال 6 شهور بيكون اكيد كل الخيوط دابت، يعني اقصد بيكون الجرح التئم تماما، وساعتها ممكن جدا باذن الله يحصل حمل. يبقى 6 شهور يا مدام يارا من ميعاد اخر ولاده. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سلوى حضرتك اللي كلمتك من شويه. اهلا وسهلا بيك يا مدام سلوى. حضرتك هي اختي عملت تحليل سكر وقالوا انها ما عندهاش سكر يعني، فكنت عايز اسال حضرتك يعني حالتها دي ليها علاج ولا ملهاش؟ يعني الجرح اللي عندها ده ليها علاج عشان يلتئم ولا لا؟ عشان على طول بتحصل سنوات يعني وكده، وغير انها تعبانه من الجرح ده عشان على طول بتنزل عليها ارتجاجات على طول دايما، وعندها حرقان وعلى طول دايما بتدخل الحمام يعني على طول بتدخل يعني الحمام وكده، فتعبانه حضرتك فكنت عايز اعرف يعني ليها علاج ولا ملهاش. حاضر يا مدام سارة. والله يا مدام حضرتك تفيدني والنبي يا دكتور. حاضر استر كل. والله يا مدام سلوى انا قلت الاجابه خلاص، انا قلت الاجابه ان احنا محتاجين نعمل من الفحوصات الاتي، قلنا عاوزين مسحه من الافرازات ديت عشان نعمل مزرعه بكتيريه الافرازات المهبليه، وقلنا جايز ان احنا نحتاج ان احنا نعمل تحليلات دم، الحمد لله السكر كويس، هنحتاج كمان ان احنا نعمل تحليلات بول ومزرعه بول عشان نتاكد اكثر ان مفيش جرثومه بكتيريه في الجهاز البولي، لان في ارتباط وثيق الصله ما بين التهابات وبين ميكروبات الجهاز البولي وما بين ميكروبات الجهاز التناسلي، في حاجة اسمها أوعية لمفاوية وصلات مواسير ما بين الاثنين دول الجهاز البولي والجهاز التناسلي، فعشان كده لما يكون في التهابات متكررة بالطريقة ديت لا نستبعد ان يكون اساس الميكروب ده موجود في قناة مجرى البول، وكل شوية يوصل من قناة مجرى البول لحد ما يوصل الجهاز التناسلي. معانا اتصال. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ نعم. لو سمحت يا دكتور، انا متجوز بقالي سنه وبعد 6 شهور رحت كشفت، فقلت لها عندي كبود ضعيف. فبس والبوزات يعني ايه حجمها صغير يعني، بس انا مش عارفه كده. فبس اداني علاج كلوميد لمده شهر. وبعد كده لما ما جاش نتيجه زودني اداني الكلوميد برضه واداني معايا نشاطات يعني. فلما ما جاش نتيجه قال لي اعملي بقى اشعه بالصبغه. فبس رحت عملتها وكده، فقال لي لقيت طلع عندي الانبوبه اليمين مسدوده. الاشعه بالصبغه قالت الانبوبه اليمين مسدوده. مقفوله. فانا لسه بقى مش عارفه انا هعمل ايه دلوقتي، فمش عارف. بس انا سمحت يعني ان الانبوبه اليمين بيشتغل شهرين والشمال شهر. فمش عارفه الكلام ده صح ولا ايه. فبس انا بقالي سنه بقى متجوزه وكده، مش عارفه بقى اشوف بقى وسيله مساعده ولا اعمل ايه دلوقتي. تحليل الزوج عامل ايه يا امينه؟ لا التحليل كويس، اللي عنده الحركه وكل حاجه تمام، كذا دكتور شكي وقال تمام يعني. تمام يا امينه هرد عليك. حاضر. خلاص ماشي، شكرا يا دكتور. ربنا معاك ان شاء الله. دلوقتي امينه كلمه تبويض ضعيف، الكلام لامينه وكلام لكل الساده المشاهدين اللي بيسمعونا وكلام للدكاتره برضه اللي بيسمعونا، ده مفيش حاجة في الطب اسمها تبويض ضعيف. لا أمال إيه؟ يعني بلاش أقول مفيش حاجة في الطب اسمها تبويض ضعيف، مفيش مرض اسمه تبويض ضعيف، أمال إيه؟ ده عرض، ده نتيجة. التبويض ضعيف ده عرض، ده نتيجة. السؤال هو سببه إيه؟ إيه السبب اللي مخلي التبويض ضعيف؟ في سبب. يبقى العلاج بتاع التبويض الضعيف مش إن أنا أدي منشطات. ما لو السبب لسه موجود، السبب لسه موجود اللي مخلي التبويض ضعيف، وأديت منشطات عمر التبويض ما هيتحسن. حتى لو التبويض حسن وطلع بيضات عمر ما نوعيه البيضات دي هتبقى كويسه. يبقى هو الفكر والمنطق في علاج ضعف التبويض هو علاج السبب اللي ادى الى ضعف التبويض. يبقى ده مبدئيا، ده اول حاجه. يبقى الاول احنا عاوزين نعرف ايه سبب ضعف التبويض يا مدام امينه ونعالجه، وساعتها هيبقى ندي منشطات. النقطه الثانيه المهمه ان عندك بتقولي مشكله ان لما عملنا اشعه بالصبغه لقينا انبوبه اليمين مسدوده. الانبوبه اليمين مسدوده يعني في مشكله في 50% من قدره الزوجه على الحمل، يعني في مشكله عندها انبوبتين يمين وشمال، واحده منهم مسدوده، يبقى فقدت 50% من قدرتها على الحمل. فعشان كده احنا من مدرسه، ودي المدرسه الاصح، ان احنا ما نستناش يعني في دكاتره، ودي مدرسه صحيحه برضه، تقول لك ايه؟ طب ما احنا عندنا انبوبه ثانيه كويسه هنعتمد عليها. يا سيدي ما احنا عندنا انبوبه ثانيه كويسه،
لكن احنا فقدنا 50% من الانبوبه السليمه، وش عرفت اصلا ان الثانيه كويسه لما شفت يعني الاشعه بالصبغه لقيتها مفتوحه. هو لما تكون الاشعه بالصبغه مطلعه الانابيب مفتوحه يبقى ده اكيد وضمان و100% الانبوبه دي سليمه. لا خالص خالص. هو الفكره ايه؟ تعالى يعني اشرحها لكم ببساطه كده. هو دلوقتي لو ده المبيض ودي الانبوبه، احنا بنحرق الصبغه من تحت في الرحم، الصبغه بتمشي في الانبوبه تمام؟ طيب في التصاقات، في التصاقات شاده الانبوبه بعيد عن المبيض. تاني في التصاقات شاده الانبوبه بعيد عن المبيض. انا لما اجي اعمل اشعه بالصبغه انا بشوف المبيض؟ لا ما بشوفش المبيض. انا بشوف الانبوبه؟ لا برضه ما بشوفش الانبوبه. انا بشوف الصبغه اللي ماشيه في الانبوبه. الصبغه باينه انها ماشيه وخارجه مفيش اي مشكله ومتوزعه حوالين الانبوبه، بس عمر الحمل ما هيحصل. رغم ان الاشعه بالصبغه بتقول ان الصبغه ماشيه في الانبوبه وخرجت منها، يعني الانبوبه مفتوحه او مفتوحه لكنها بعيده عن المبيض. هتقلط البويضه ازاي؟ هيحصل الحمل ازاي؟ فعشان كده بنقول لما يكون في مشكله ان شاء الله حتى في انبوبه واحده والثانيه باينه بالاشعه بالصبغه انها كويسه، ما بنسكتش، ما بنستناش، ما بنقولش ان احتمال تكون مش بنقول الثانيه كويسه خلاص هنعتمد عليها. لا لا. ليه؟ لا، لان ممكن الثانيه يكون فيها مشكله برضه، مشكله زي ما شرحت لكم ونماذج كتير، ونماذج كتير، لان الاشعه بالصبغه تبان كويسه واتاري الانابيب فيها مشكله. مين الفيصل في ده؟ مين اللي هيفصل ما بين الانبوبه السليمه ولا مش سليمه؟ المنظار. المنظار في ايد عندها مهاره وخبره جراحه المناظير. فعشان كده انت محتاجه يا مدام امينه دلوقتي بعد معالجه سبب ضعف التبويض، محتاجه ان احنا نعمل منظار عشان نسلك الانبوبه المسدوده ونطمن عليها ونطمن على الانبوبه الثانيه. ولو كان في سبب موجود ادى الى انسداد هذه الانبوبه كالتصاقات مثلا نتيجه التهابات قديمه تتعالج. معلش طولنا عليك يا مدام مروه. لا يا بنتي انا المره اللي كنت معاك من شويه. اهلا بيك يا مدام مروه. المنظار اللي انا كنت عملته كان بشهر التكيفات. تمام. في شهر خمسة. عندي هي اللي هي كان شهر خمسة. تمام يا مروه حاضر. فعلا التبويض انتقل يعني في ضعف تبويض ولا الشهور دي يعني اللي هي امتناع الضرع عشان التكيفات زاد الثاني ولا هي السبب؟ تمام يا مروة حاضر. بص ها خلاص مروة انا قلت لك ايه الاجابة تاني؟ قلت لك يا مروة ان انا لازم اشوفك بعيني عشان اشوف وضع المبايض عامل ايه. تمام؟ ما اقدرش احكم كده من بعيد يا مروة، لازم ان احنا نعمل سونار. وقلت لك ان ممكن تشرف لينا في المركز في القاهرة او نقرب عليك المسافة واحنا موجودين في اسيوط عشان اشوفك بنفسي. نفس الاجابة يا مروة كررتها تاني. طيب كنا بنتكلم في موضوع الحقن المجهري وفشل الحقن المجهري، واتكلمنا عن الحيوان المنوي وغطينا الكلام عليه وقلنا ان شكل الحيوان المنوي كتشوهات ممكن تؤدي الى كده، وقلنا ان ممكن جدا مش بس الشكل الخارجي للحيوان المنوي، ده ممكن جدا الماده الوراثيه للحيوان المنوي ممكن تؤدي الى كده، واستبعدنا بقى الاسباب اللي هي الموجوده في الحيوان المنوي كشكل خارجي كماده وراثيه، وابتدينا نتكلم عن البويضات. عشان نوصل لبويضه كويسه يبقى لازم يكون المبيض المصنع اللي بيفرخ هذه البويضات لازم يكون سليم. فعشان كده المنطق والعلم بيقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نعمل حقن مجهري على طول الا لما نعالج الاسباب اللي موجوده في المبيض اللي ممكن تاثر على نوعيه البويضات. زي مين اسباب او امراض في الطب ممكن تبقى موجوده في المبيض بتاثر على نوعيه البويضات؟ زي المرض الشهير الا وهو تكيس المبايض، زي البطانه المهاجره، ولما بالذات لما تكون عامله كيس شوكولاتي في المبيض بياثر على نوعيه البويضات، زي حاجة اسمها ضعف مخزون المبيض وبنشوفها كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده، تكون سيدة في الثلاثينات او حتى في العشرينات من عمرها ويكون مخزون المبيض بتاعها ويكون تحليل الام اتش بتاعها قليل. الامراض دي بالذات بتؤثر على نوعية البويضات، وللأسف هناك من السيدات ما عندهمش ولا مرض من دول
والبيضات يبقى شكلها ظاهريا واحنا بنعمل السونار كويس، ونكتشف المفاجأة يوم سحب البيضات. بنشوف الحالات دي مش كتير، بس بنشوف الحالات دي يكون ما فيش اي مشكلة خالص في المبيض، لكن يوم سحب البيضات بنكتشف ان طبيعة هذه البيضات، طبيعة بيضات هذه السيدة من النوع الرديء اللي هو ما ينفعش ان احنا نعمل بيه حقن مجهري، او حتى لو عملنا بيه حقن مجهري ما يكونش الاجنة ذات من الدرجة الاولى اللي ليها قدرة على الانقسام ولما تتزرع في الرحم تثبت فيه. فعشان كده احنا دورنا كاطباء ان احنا نوفر الظروف المناسبة للست دي ان البيضات بتاعتها تطلع كويس، مش بس في العدد لا، ده في النوعية كما وكيفا زي ما بنقول. وعشان كده ما ينفعش ان اعمل لواحدة حقن مجهري ولسه عندها تكيس مبايض مازال قائم وناشط ومؤثر على نوعية البيضات. ما ينفعش ان اعمل لها حقن مجهري وعندها بطانة مهاجرة ناشطة وكيس شوكولاتي موجود في المبيض، حتى لو عندها ضعف في مخزون المبيض. ما فيش ادوية هتزود المخزون، ما فيش ادوية هتزود المخزون، لكن في ادوية هتحسن من نوعية اللي موجود. سامعين بقول ايه؟ ما فيش ادوية هتزود الكمية، بس في ادوية هتزود نوعية اللي موجود. وعشان كده بالبلدي ما ينفعش ان واحدة جايالي اول مرة النهاردة اروح كاتب لها المنشطات بتاعت الحقن المجهري، ولا خد المنشطات وتعالي كمان اسبوع نتابع لك التبويض مرة ولا اتنين ونسحب لك البيضات. ما فيش حاجة اسمها كده، ده مش حقن مجهري. انا اسف في اللفظ كده باللفظ البلدي كده، شغل حلق حوش، ده مش طب. لازم الحقن المجهري بيتعمل على اساس سليم. والله يا جماعة عمر من الحقن المجهري نسحب بيضات ونزرع اجنة ونرمي اجنة، مش كده خالص. الموضوع لازم يكون سليم، المريضة دي حاجة كذا جهاز مع بعض، كذا جهاز مع بعض. لازم تكون المريضة مهيئة من كل النواحي، الحالة بقى مش المريضة بقى، الحالة زوج وزوجة، عشان يكون الناتج اللي هي بويضة والناتج الاخر حيوي المنوي يكون سليم. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن علاج تكيس المبايض، واتكلمنا قبل كده عن علاج البطانة المهاجرة، ودينا بنقول ان في علاج مش عشان يزود مخزون مبيض، لا عشان يحسن نوعية البيضات اللي موجودة. تمام. وتأكدنا ان هرمونات الست دي سليمة، اتأكدنا ان هرمونات الست دي سليمة، هرمونات بانواعها، بانواعها ان شاء الله، حتى هرمونات الذكورة. يا نهار ابيض، هرمونات الذكورة، هو الست عندها هرمونات ذكورة؟ الست عندها هرمونات الذكورة، بس المفروض تكون كمية قليلة. لو كانت هرمونات الذكورة دي مرتفعة ده هيؤدي الى ان نوعية البيضات اللي خارجة من المبيض ده رديئة، ما ينفعش بيها اعمل حقن مجهري. فاهمين يا جماعة؟ وعشان كده لازم اتأكد ان هرمونات الست دي سليمة. عملنا تحاليل هرمونية وتأكدنا هرمونات سليمة، وتأكدنا ان المبايض ما فيهاش تكيس، وتأكدنا ان ما فيش اكياس شوكولاتية موجودة في المبيض، وتأكدنا ان مخزون المبيض سليم. يبقى احنا ان شاء الله في سبيل وفي طريق ان احنا نكون بيضات كويسة. فاضل خطوة واحدة، السمنة، زيادة الوزن. وما ادراكم ما زيادة الوزن؟ للأسف ناس كتير بننصحهم ان هم يخسوا، وقد ايه النقطة دي ممكن تفرق؟ ممكن تفرق، بالذات ان انا مش بقصد يعني في اللي زايدة 5 أو 10 كيلو او حتى 15 كيلو، انا بتكلم في الناس اللي هم اللي فوق 100 كيلو، 120 130 140، اكيد هيأثر على نوعية البيضات. ال 120 130 140 كيلو دي، الست اللي عندها اللي وزنها 120 130 140 كيلو دي اكيد هيأثر على نوعية البيضات، اكيد. ده حتى لو ما اثرش على نوعية البيضات، يعني انا بحاسب هي دلوقتي بتقول ده بيأثر على استقبال الرحم للاجنة، بيأثر على استقبال الرحم للاجنة. نوعية البطانة بتاعت الرحم واستقبال الاجنة بتتأثر بالسلب بناء على زيادة الوزن، تخيلوا؟ ده الابحاث الجديدة خالص. ده حتى الدكتور وهو بيزرع الاجنة قد ايه هيلاقي من الصعوبة في الست التخينة عشان يقدر يوصل الاجنة دي لجوه الرحم. وكل ما كان نقل الاجنة اصعب، كل ما ده اثر بالسلب على نتيجة الحقن المجهري. معانا اتصال مدام عز.
انقطعت، ما دام عزمه انقطع يا ريت نعاود اتصال تاني. المهم فعشان كده بنقول اني عشان نحضر نفسنا كويس الحقن المجهري يبقى خطوه انقاص الوزن، بالذات الناس اللي هم البدينات اللي هي بنسميها موربيد اوبيزيتي يعني تخن كتير جدا، شيء مهم جدا ان هي تخف. تتعمل تحليل هرمونات وتتاكد انها سليمه ولا مش سليمه لازم تتظبط. نعمل سونار ونتاكد ان مفيش قياس شكلاتيه موجوده في المبيض، وجايز نرجع نعمل تحليل اللي يقول لنا اذا كان في نشاط البطانه المهاجره ولا لا. نتاكد بتحليل مخزون المبيض ان هو سليم. كده باذن الله باذن الله نضمن اني بعد ما عالجنا التكاسات لو كانت موجوده نضمن اني البيضات بعد اذن ربنا هتكون كويسه. مدام عزه معانا تاني، مدام عزه معانا ولا اتقطعت تاني؟ طيب فيما يخص، يبقى احنا اتكلمنا اهو فيما يخص البويضه، فيما يخص الحيوان اللي اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت، عاوزين نتكلم وشيء مهم جدا 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 عن فيما يخص الرحم. ايه الاسباب اللي موجوده في الرحم اللي هي هتؤدي الى فشل الحقن المجهري؟ احيانا كثيره هناك من الاسباب التي تؤثر على تجويف الرحم. ما بص يا جماعه دلوقتي الرحم ده جدارين، جدار امامي وجدار خلفي، انتيرور وكسيرور كده اهوت، في بينهم فراغ تجويف. التجويف ده لو في حاجه ضاغطه جواه ضاغطه عليه، التجويف ده المكان اللي هو هيزرع فيه الجنين واللي هيكبر فيه الجنين، المكان ده او الحاجه اللي ضاغطه دي سبب قوي جدا لفشل الحقن المجهري. ايه اسباب تاني؟ يعني ايه اسباب ممكن تكون ضاغطه على التجويف ده وبالتالي هتخلي التجويف ده قليل وبالتالي ما تخليش الجنين ليه فرصه ان هو يثبت في الرحم ويكبر؟ عد معايا، اورام ليفيه، حاجز رحمي، حاجز رحمي، زوايد لحميه داخل هذا التجويف، التصاقات داخل هذا التجويف مؤثره على المكان اللي هيزرع فيه الجنين. طيب يبقى الحاجات دي لازم نتاكد انها مش موجوده. يبقى نعمل ايه قبل الحقن المجهري؟ منظار رحمي. والكلام الجديد دلوقتي وفي مراكز في مصر بتعمل كده للاسف، وفي مراكز ثانيه كتير ما بتعملش كده. الكلام الجديد ان يتعمل المنظار الرحمي حتى قبل اول محاوله حقن مجهري. لازم استكشف المكان اللي احنا نزرع فيه الجنين عشان اتاكد ان ما فيش حاجه من اللي انا قلتها دي، ولو حاجه منه موجوده تتشال، ولو ما فيش حاجه موجوده برضه المريض هتستفيد. تخيلوا يعني حتى لو المنظار الرحمي اثبت ان تجويف الرحم سليم، ما فيش حاجه من اللي انا قلتها دي اللي هي اورام ليفيه، حاجز رحمي، التصاقات، زوايد لحميه، برضه هتستفيد، برضه المنظار الرحمي هيرفع من نسبه نجاح الحقن المجهري. طيب التجويف ده بيبطنه نسيج مهم جدا، نسيج رخوي سبونجي سفنجي مهم جدا اسمه بطانه الرحم. ده ده التربه، ده ده التربه، الارض اللي هيترمي فيها البذره. اهتمام الناس كله بالبذره، بالجنين، بالبيضات، بالحياه المنويه، ومفيش اي اهتمام خالص تماما 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 بالارض. عارفين اخر كلمه هختم بيها الكلمه الانجليزي بتاع المؤتمر اللي فات في المانيا في شهر 6 و7 اللي فات؟ ذا سويل بيفور ذا سيد. يعني ايه بالانجليزي؟ التربه قبل البذره. ذا سويل بيفور ذا سيد، التربه قبل البذره، دي اخر كلمه هقفل بيها حلقه النهارده. الاوقات الجميله دايما بتخلص بسرعه، زي قبل ساعه من دلوقتي هقابلكم في احدى حلقات برنامجكم فرحه عمرنا، فرحه كل اب وام وجد وجده، فرحه كل اب يشوف ابنه وامه تحضن بنتها، فرحه كل جد وجده شقاوه احفادهم زي العسل على قلبه وقلبها. تعالوا كلنا نحقق حلمنا، لانه بمشيئه الله، بمشيئه الله هنشوف فرحه عمرنا. اخر حاجه، اخر حاجه، تحياتي دكتور هشام الشاعر.